السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ معكم غلام ياسين، ديما تبرزات ديما ديما. هاد النوبه في العاصمه اديس ابابا، عاصمه اثيوبيا، واي واحد تيضيفني في الدار عنده تندير له شي حاجه سبيشال. هاد السيده هادي سميتها ساسكيا، واحد الالمانيه اللي ضيفتني عندها دابا تقريبا واحد 15 يوم كنت مريض ورمضان هذا، فاجي تشوفوا شنو صوبت ليها. ها هي واحد الحفره تاع 15 سنتيم ما بين 15 حتى 20، وها التراب اللي خرجت، ها البالا الفاس. ثلاث ايام وانا تنحفر يديها كاع دبرو وعيت وما عرف دال. غتقولوا مال هذا السيد هذا داير هذه الحفره وداير هذه الخدمه كامله؟ هذه كتسمى واحد العمليه كومبوست اللي كنجمعوا فيها المخلفات ديال المطبخ اللي كتكون طبيعيه تاع تنقيه الخضره والفواكه، وغنحاولوا نجمعوهم هنايا حتى يتحلوا وغادي تتحلل وتتولي سماد طبيعي وتساعدها في الزربه ديالها اللي كما كتشوفوا واحد الجرده كبيره هنا. هذا الكومبوست هذا اما ديروا حفره بحال هذه، اما يكون واحد صندوق كبير ولكن يكون مفتوح، يكون عنده كونتاكت ديريكت مع الارض، لان كاين خاص يكون كونتاكت مع الارض باش يطلعوا دوك اللي اش كيتسماو لي بكتيريا ولا باش المخلفات تتحلل بسرعه وما تكونش لينا ديدار وما تعطيش رائحه. وتقريبا الماكسيموم 6 شهور غيولي عندكم سماد، وهانتم حافظتم على الطبيعه وساعدتوا الجرده ديالكم باش تغرسوا فيها الورد ولا خضره ولا اي حاجه. يلا نخليكم غلام ياسين، وما تنساوش تبعوني على انستغرام ولا لاباج فيسبوك ولا شين يوتيوب مروكان اون ذا رود. باي باي، تشاو.